إذ لو لم يكرمني، إذ لو لم أكن عنده محبوبا مرضيا ما أكرمني. هذا من غروره ومن عجبه، وهذا شأن من أمنوا مكر الله. فالذي يأمن مكر الله يرى نعم الله عليه متتابعة وهو في بغيه إلى الله جل وعلا متصاعد. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأما إذا ما ابتلاه، ابتلاه الله بالإهانة بالتقتير، قدر عليه رزقه، ضيقه، فالقدر هنا بمعنى التضييق. ومن قدر عليه رزقه أي ضاق عليه رزقه بفقره وبديونه، فيقول ربي أهانني، يرجعها والعياذ بالله إلى ملامته على الله، أن الله أهانه، أن الله ظلمه، أن الله لم يعطه، ليش يا ربي أنا كذا؟ يعود بالملامة على الله كأن له على الله حقا. كلا، أي هذا الاعتقاد الباطل. في الابتلاء في السراء فلا تصبروا، وفي الضراء فلا تشكروا. إذا أوسع الله عليكم النعم ظننتوه من كرامتكم عليه، وإذا ضيق عليكم الرزق وقتر عليكم ظننتوه من مهانة الله لكم. كلا، بل لا تكرمون اليتيم. من عملكم الفاسد، وذكر الله جل وعلا منه ما يعيبهم عليه الخلق ويعيبهم عليه الرب، وإلا فأعظم من ذلك كفرهم وشركهم وعصيانهم. ومن ذلك أنكم لا تكرمون اليتيم، تهينونه، تسيئون إليه. فمن هو اليتيم؟ مضى غير مرة أن اليتيم من فقد أباه، وإذا فقد أمه وأباه فهو يتيم من باب أولى. هذا اليتيم من فقد أباه، والشرط الثاني ألا يبلغ الحنث، يبلغ التكليف، وحده النهائي أن يبلغ 15، فمن بلغ دونها فليس بيتيم. ولهذا قالوا في الحديث الذي جاء عند البيهقي وغيره: لا يتم بعد بلوغ، لا يعد من بلغ يتيما، لأنه استعز بنفسه واكتفى بها. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا على الصدقة وطعام المساكين. وطعام المسكين، أضيف المسكين إلى الطعام فعم كل مسكين. والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير بالتبع. ذكرنا جملة من المصطلحات الشرعية، إذا ذكر أحدها في النص دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا تفرق معناهما: الإسلام والإيمان، والفقير والمسكين، والتوبة والاستغفار، والفسوق والعصيان، والكفر والشرك. إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. فمما ذكر جميعا هنا: ولا تحاضون على طعام المسكين، يدخل فيه الفقير. وذكرهما جميعا كما في آية سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن هذا له معنى وهذا له معنى. من الفقير من أهل الزكاة ومن المسكين؟ قالوا: الفقير هو المعدم، ويضبطه الفقهاء بأنه الذي يجد قوت يوم واليوم الثاني ما يجده، هذا هو الفقير. والمسكين هو المقل، يجد قوت شهر والشهر الثاني قد يجد ولا يجد، فيعطى هذا وهذا من الزكاة ما يكفيه قوتا وكسوة إلى سنة. طيب، كيف يعطى؟
يعطى ما يكفيه كسوة، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء بس، وما يكفيه ومن يعود سنة من الرزق من الطعام. وهذه في الحاجات الأساسية الأصلية، لا في الكماليات والتوسعات. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، بشفاحة وشراهة وبحرص وتطلع. ما التراث؟ هو الميراث، المال المورث. حرصكم وتخاصمكم عليه تخاصما ظاهرا. وفي هذا الصدد، فإن مما أنت منه المحاكم وجهات العدل خصومات الورثة على مال مورثهم، لا سيما إذا كانوا من أمهات شتى. غلظت النفوس وقلت الرحمة وعظم الطمع والتشافح على الدنيا. وفي هذا الصدد وصيتي أن يبادر إلى تقسيم الميراث في أول أيام فقدهم لميتهم، لأن القلوب لينة والنفوس مقبلة. فإن تأخروا سنة غلظت، فإن تأخروا سنتين وثلاث زادت الغلظة. فإن مات ذلك الجيل أو بعض جاء جيل الأحفاد، عز الله اللي ما هو بخالصين إلا أن يشاء الله. وعينك ترى وأذنك تسمع. ولو كان الغني الموسر ذا مال، فبهذه الظروف وهذه المشاكل يستحسن أن يقسمها قبل موته، ويستخلص الربع أو الثلث يتحكم فيه. وهنا وها هنا أشير عليه أن يعرضها على أهل العلم، حتى ما يتحمل في ذمته ضيما ولا يكون في قسمته جورا. وتحبون المال حبا جما، اي والله، حب الإنسان للمال حب عظيم، وسبق مثلها في آية العاديات. لحب الخير ايش؟ لشديد، هو المال حبا جما. المؤمن لا يستتبع وراء المال إلا فيما أباحه الله له وأحله الله له، وما زاد عن ذلك لا يستتبع معه. وإذا نقص الإيمان زاد شفحه في المال. والكافر لا يدري، أخذ المال من حله أو أخذه من حرمته. وفي هذا ميزان لك تزن به إيمانك في هذه الدنيا، ما حبك للمال وما شفحك عليه وما طلبك له. وقد مضى في أحاديث الفقر والتقلل من الدنيا والتزهد فيها ترغيب الشريعة الغراء لماذا؟ للتقلل من هذا المال والخفة من تبعته، وتفضيل الفقر على الغنى. وليس من هذا الباب المسألة التي يذكرها العلماء، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ فهذا له فضل وهذا له فضل بحسب الأحوال وبحسب ما يقوم في قلوبه. كلا، يعيدها ربي مرة أخرى لإبطال هذه المعتقدات الفاسدة والمفاهيم المغلوطة عند من انغمسوا بل وانغرقوا في الدنيا وقدموها على الآخرة. ولهذا قال في موضع آخر: كلا بل تحبون العاجلة. وش العاجلة؟ الدنيا بما فيها. فهذا تنويع من الله في الخطاب وفي النذارة وفي الوعيد المقرون بالتهديد والزجر على ألا تلتفت للدنيا ولا تغرنك. كلا، إذا إيش؟ إذا دكت الأرض دكا دكا. انتبه يا من عبدت الدنيا، إما بقلبك وحبك، إما بطلبك وحالك، وإما باعتقادك. إذا دكت الأرض دكا دكا ذهبت الدنيا،
تدك الأرض كيف؟ بتبديلها لأرض المحشر. الجبال التي هي أوتادها تغدو كالعهن المنفوش، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حتى تغدو الأرض كلها كالخبزة، لا جبال ولا سهول، لا منخفض ولا مرتفع، تغدو كالخبزة. وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، هذه أرض هيأ الله لها بثلاث علامات كبرى، وقبلها وأثناءها جملة من العلامات الصغرى، فالزلازل والبراكين والأعاصير كلها من الصغرى، إلى أن تأتي الخسوفات الثلاثة العظيمة، خس في المشرق مشرق الجزيرة، وخس في مغربها، وخس في جزيرة العرب، ثلاث علامات كبرى مع خسوفات أيسر منها من الصغرى، يغير الله جل وعلا بها الأرض، يهيئها لأرض العرصات وأرض المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تأكيد، وجاء ربك والملك صفا صفا، لا إله إلا الله، مشهد رهيب، لا بد أن يأخذ بقلبك أيها المؤمن، لا بد أن تعتقده، فإن الله يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفيته، يجيء يوم القيامة، ولمجيئه تقدمات، فمنها أن الخلق يجتمعون ويصيبهم هم عظيم وكرب شديد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيأتون آدم ثم نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، وش يطلبون؟ أن يشفعوا إلى الله شفاعة ليجيء لفصل القضاء ويخلصهم مما هم فيه، طال عليهم الأمد وعظم عليهم الكرب والشدة. أما من هم مظلون في ظل عرش الرحمن، وهم السبعة الأصناف، والمؤمن في ظل صدقته، فهو في غير ذلك. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، والعرش نصب في أرض الميعاد، ميعاد يوم القيامة، ما هم ميعاد اليهود وأصنافهم في ما يزعمونه في بيت المقدس عند الهيكل المزعوم المنسوب لداود بن سليمان بن داود عليهما السلام. ينصب العرش ويصعق الناس، يقول صلى الله عليه وسلم فأفيق فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، ماسك لها بيديه، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. فيخر نبينا صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن ساجدا، لمن؟ لله أو للعرش؟ ها يا أهل التوحيد، ساجدا لله، لم يسجد للعرش. أما من تعلق قلبه بالضريح والمقام وبالحجر والشجر وبالغائب سجد له، نبينا يسجد لله تحت عرشه مدة طويلة. جاء في الحديث عند الدارمي عثمان بن سعيد وغيره أنه يسجد أسبوعا، يفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه. وفي هذا دليل على أن الله يحب في دعاء العبد أن يثني على ربه. بما تثني على ربك أيها المؤمن؟ بما أثنى الله به على نفسه من جليل أسمائه وعظيم صفاته، وبما أثنى عليه رسوله
وأعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم من جلائل الأسماء والصفات وكريم الأفعال، فهما ما تمدح الله به في القرآن فرجع به توسلا وتقربا ودعاء لله به في دعائه، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم عليه، فيشفع إلى الله ليش؟ ليجيء لفصل القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا، ما معنى مجيء الملائكة صفا صفا؟ تأتي ملائكة كل سماء، تأتي ملائكة كل سماء صفا إثر صف تسوق من فيها. ولهذا نحن في الدنيا ندبنا إلى أن نشابه الملائكة في صفها، ألا تصفون في الصلاة كما تصف الملائكة في صلاتها عند ربها. ومن تأمل في الأدلة وجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يحثنا على مشابهة من؟ الملائكة. وشريعتنا وأدلتها توجب علينا ألا نشابه الشياطين، لا من شياطين الإنس الكفرة والفجرة ولا من شياطين الجن. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تدفعهم إلى غضب الله وإلى الشر دفعا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يعني يوم القيامة يجاء بجهنم. وفي الحديث ويروى من غير وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام ها كم يا أخي جارك ها أنت أيها النائم، مع كل زمام كم؟ 66 زمام، صح؟ لا والله مو صح. أي نعم، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها يجرونها. قال في الآية قبلها وجاء في الآية قبلها وجاء ربك والملك صفا صفا، في الآية التي بعدها وجيء يومئذ بجهنم. لما قيل وجيء على الفعل الذي لم يسمى فاعله تفخيما للأمر وتهويلا له في النفوس لعلها أن ترتدع وأن ترعوي وأن تنزجر؟ طيب إذا جيء بجهنم وش يصير؟ ها وجيء بجهنم ها ها يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر ليتي ليت وهل تنفع ثم ليت ليت شبابا بوعا فاشتاريت، ليتي عملت صالح، ليتي سبحت واستغفرت وهللت، ليتي دعوت الله، ليتي تصدقت. تذكر الإنسان ما فرط به في الدنيا وأسرف به على نفسه فيها، وأن أي لا تنفعه، وأن له الذكرى، تزيده هذا يزيده هذا التذكر إيش؟ تحسر وتندم، وهذا عذاب نفسي آخر. ولهذا في عذاب الآخرة يجتمع فيه العذابان الحسي والمعنوي، كما أن النعيم لأهله في الدار الآخرة وهي الدار الحيوان يجتمع فيه النعيمان الحسي والمعنوي، المعنوي في اللذة والفرح والأنس، والحسي بأن كل ما يتمنى يحصل له ويحقق له. يقول هذا من تندمه، وش يقول؟ يا ليتني ماذا قدمت لحياتي،
طيب ما كان في الحياة، حنا الحين في الحياة نجدم وانت هاوش وانت ضارب وانت جامع المال، لا الحياة الحقيقية تلك، هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحيوان الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي لحياة الباقية، أخذت من دنياي لآخرتي. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن فراغك يا طفشان، والله طفش والله زهق، خذ من حياة من فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ، يعني في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة، لا يعذب عذابه أحد. في الدنيا يعذب الجبابرة والظلمة والبغاة والمستكبرون وذوي الجده والغنى على من دونهم، وأنتم مع خدمكم ومع أولادكم قد تظلمون وتحيفون، هذا في الدنيا. لكن في ذلك المقام لا يعذب عذابه أحد، يذهب الجبابرة فلا قيمة لهم، هم المعذبون، والبغاة هم المعذبون، والمتكبرون هم المعذبون، لا يعذب عذابه أحد. إذن لا أحد ينفك من عذاب الله إلا منه سبحانه، بما يتقي به عذاب الله بتقواه في هذه الدنيا ربه. ولا يوثق وثاقه أحد، شدة الميثاق وشدة الربط في الدنيا قد يتخلف، قد يحل وثاقه ويهرب، لكن يوم القيامة ما مهرب من الله إلا إليه. لما ذكر ذلك، فحتى لا يصيب النفوس اليأس ويدركها القنط، جاء بصيص الأمل في نداء من الله جل وعلا، نداء كرامة ونداء محبة: يا أيتها النفس المطمئنة. بماذا اطمأنت؟ بالإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما في مصلحة وعلاقة ومسك لي واقطع لك، ما في لآمة، وإنما لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كراهيته أن يقذف في النار، أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس. وفي السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الجملة جاءت في أذكار المساء والصباح، وجاءت في أذكار في ذكر إيش؟ الأذان. ولهذا من أذكار الصباح والمساء تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي اللهم صل وسلم عليه. وفي الأذان إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ندبت أن تقول: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. تقدم محمد في الأذان وتقدم الإسلام على محمد في أذكار الصباح والمساء. وهذه النفس التي اطمأنت بتوحيد الله وتوفاها الله عليه هي التي تنال هذه الكرامة من كرائم ربي، كرامة إثر كرامة. كرائم الله جل وعلا لا تنتهي للمؤمن، نعيمه له لا ينفد، متجدد في الحياة الأبدية السرمدية، الحياة الباقية.
وأقولها يمينا بالله بارا غير حانث لو نهتم لآخرتنا. اسمعوا يا الربع، لو نهتم لآخرتنا كما نهتم لدنيانا لصلحت دنيانا وآخرتنا، صح ولا لا؟ لكننا أخلدنا إلى الأرض، تسلطت علينا أعداؤنا الأربعة فتفرستنا واستسلمنا لها. هذه دنيا وهذا شيطان وهذه نفس أمارة ولوامة بالسوء، وهذا هوى وصاحب سوء. يا أيتها النفس المطمئنة، والعلماء يقولون إن النفوس لها ثلاثة أحوال، أكملها النفس المطمئنة، اطمأنت بالله توحيدا وعبودية وضراعة وخضوعا له، اطمأنت بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا هاديا لها فأحبته واتبعته وأطاعته ولم تعصه، وقامت على دينه وسنته لم تبدل ولم تبتدع. هذه المطمئنة التي اطمأنت بالإيمان والتوحيد وعززت ذلك بعمل صالح ينفعها ويرفعها الله به، من حالاتها نفس أمارة بالسوء، كما قالت امرأة العزيز، ما اسمها؟ زليخاء. وش قالت؟ وما أبرئ نفسي. يقول جانا واحد هبلنا بزينه ما أن إليه سبيل، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذه ما هي بنفسها لحالها، حنا مثلها، ومقل مستكثر إلا لمن عصمه الله وحفظ نفسه وحفظ روحه. ثالثا نفس لوامة، وهي نفسان كما في آية القيامة، نفس تلوم صاحبها على فوات الخير وعمله والمسارعة إليه، وانظره فيما ألفته من العبادة، ألفت الصلاة مع الجماعة وفقك الله لها، فإذا فاتتك الجماعة لعذر تبقى في قلق ومنه لوم نفسك لك. ولا لا يا أخواني، أقدم موسم من مواسم الله، رمضان، الحج، العشر، الصدقة، الصيام، ما صام تلومه نفسه على أنفاته. هذه نفس تلوم صاحبها على ترك الخير والمسارعة إليه. ويا حبذا هذه النفس، نفس ثانية لوامة على ضد ذلك، على ما فاته من الدنيا. ايه الناس ضاربوا وانت زعدن فراشك، الناس باعوا شروا واغتلوا وانت قاعد في محرابك بس تقرأ القرآن، تلومه على فوات الدنيا وإن كان معه تحصيل الخير وتحصيل ما يرضيه عند ربه. الناس سرقوا وحشوا وبلعوا وانت قاعد لحالك. حكوا الربع ورانا لمسنا شيء، ها هالعكرة بالضبط ما هي بلادمي. لاحظتم هذا يا أخواني؟ وهذا كثير خصوصا في وقت الجاهليات، والله القوم كسبوا ويروح يتفخربة في المجالس، أهلنا كسبوا القبيلة الفلانية وقتلوهم وساقوا حلالهم، يقولها بملء فيه وهو أذرق من صويت الليل، يتفاخر بعمل أجداده ويا ليته ينفع. مو بذا واقع يا أخواني؟ يعدونها مناذخ مفاخر ومراجل، الله يخلف، صار السلب والنهب والقتل بغير وجه حق مدعاة الفخر. هذا من اضطراب المفاهيم الذي علامته علامة فساد الزمان بفساد أهله، يسمى الشيء بغير اسمه، تقلب المفاهيم، الخير شر والشر خير، السنة بدعة والبدعة سنة، وما أكثر ذلك والأمر يزداد. والنيشان المبعد من ذلك العلم المعمول به، لا علما في الذهن لا يعمل به في الأحوال والأقوال والأركان.
لامت صاحبها على فوات الشر. هذه لوامة وذي لوامة. في الأولى المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة، خاطب الله النفس لأن مدار الإيمان في القلب وهو مسكن وهو محل النفس. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. وأول الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يدخل فيه إما طمعا فيه، ولا ما يشوفون ولا ما يدرون ولا ما يدره. ألا وإن لكل ملك حمى، حمى في ملكه، حمى في مملكته، في رئاسته. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. انتبه، تقترب من محارم الله، تقترب منها ما تدري إلا أنت واقع فيها في غلبة نفسك. وأزها لك على الشر أزا بأعوانها الأربعة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إيش إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله بوعده، وراضية عن الله بعبوديته وتوحيده، راضية عن الله بأمره ونهيه، مرضية من أين؟ من الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالها الله لمن؟ للصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت راضية مرضية وهي مطمئنة، وش تمام ذلك؟ جمارته: فادخلي في إيش؟ في عبادي، عبودية التوحيد، لأنها ما أخلت بالعبودية في هذه الدنيا فصارت من المشركين. والمشرك عبد لله غصب عليه، لكن هذا العبد الذي نسبه الله إلى نفسه عبد تشريف. فادخلي في عبادي أي الصالحين الموحدين المخلصين الذين لم تسلبهم وتسرقهم وتفترسهم الشياطين. وادخلي جنتي، أضاف الله الجنة إليه تفخيما لها وتعظيما، تنالها هذه النفوس المطمئنة بالإيمان والتوحيد. وهذه حل عليها رضا الله، ويا له من نعيم ما أجله وما أعظمه. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا جنته وينجنا من ناره؟ فيجتمعون في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، على درجاتهم ومنازلهم. فإذا اجتمعوا جاءهم الجبار جل وعلا فكشف الحجاب عن وجهه، فلا يرجعون بنعيم أعظم من النظر إلى وجهه. تنظر أي تحسن وتتنظر هذه الوجوه بنظرها إلى ربها سبحانه وتعالى. ثم يناديهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وأسمائه الحسنى. اللهم ارض عنا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. اللهم ارزقنا فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم أدخلنا إياها بغير حساب نحاسب عليه، وبغير عذاب نعذبه. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وهو سبحانه أكرم مرجي مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى آلهم وأصحابهم وسلم تسليما. نعم. استغفر الله. سم أبان مي. يسأل أخونا أن بعض الناس يفتح المصحف ثم يقوم لحاجة أو يتشاغل عنه بالجوال. طيب اصبر، لأن الجوال ما شغله الحين، ما هو بس جوال، جوال منفرك به الأصابع تنه يسبح ويهلل الله يخلف، ينشغل عن المصحف أو يطلع، فهل يلزمه أن يغلق المصحف؟ إغلاقه من حفظه لا من التعبد بإغلاقه، بمعنى أنه لو تركه مفتوحا لا حرج عليه، لكن إغلاقه حفظا للمصحف فيكون هذا الفضل من هذا الجهة، من جهة حفظ المصحف لا من جهة التعبد بأنه لا يجوز أن يبقى المصحف مفتوحا. نعم. أما إذا فاتته تكبيرات من الجنائز فيدخل مع الإمام فيما بقي من تكبيراته. نفرض فاتته الأولى والثانية والثالثة، يدخل مع الإمام في التكبيرة الرابعة وتكون لك الأولى، فإذا سلم الإمام تكبر الثانية، صلي على النبي بسرعة، ثم تكبر الثالثة وتدعو دعاء مختصرا، ثم تكبر الرابع وتسلم. أما من فتته التكبيرات كلها وسلم الإمام ورفعت الجنازة، الله لا يهينه، يبي الأجر يلحقها في المقبرة، وهو إذا لحقها مخير، يصلى عليها قبل دفنها، فإن شرع في دفنها فالأولى أن يصلى عليها بعد الفراغ من دفنها، ما هو بيكبر عليها والناس يدفنون تحت كما يفعله بعض العجلين، الناس يزينون القبر لصاحبه، يفلون حبائله، يبنى عليه اللبن، قال الله أكبر، لم يدفن بعد، وإنما الصلاة على الجنازة بعد دفنها لمن لم يصلي عليها قبل ذلك، والله أعلم. نعم. سم. نعم. يسأل أخونا عن ما يفعله بعض الناس أنه يكبر الأولى والثانية والثالثة، هم من يلحق مع الإمام في تكبيراته الباقية، هذا قول لبعض أهل العلم في بعض المذاهب، لكنه قول ضعيف مرجوح لعموم الحديث، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ويشمل جميع الصلوات فرضها ونفلها بما فيها الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الصلاة على من؟ على الميت. نعم. سم. أي ما حكم شرب الماء أثناء خطبة الجمعة إذا كان محتاجا إليه كمريض السكر في درجاته المرتفعة أو في شدة عطش أو عنده يبوسة؟ فلا بأس، لأن هذا للحاجة. أما إذا كان من باب التترف والملل والزهق فهذا من اللغو، هذا من اللغو الذي توعد عليه بأنه لا جمعة له. ثم أخذنا يا نايف، صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. إيه أنا أحب جهة اليمين، الله يجعلنا منهم. إيه نعم. لا، يشمل هذا الزكاة، لأن الزكاة إطعام للفقراء والمساكين، وهي نفق، وهي إنفاق فرضي، وكذلك المواساة، فإن المؤمنين يتحاضون، يحث بعضهم بعض على النفقة والصدقة، يعين بعضهم بعضا على أنهم يتخلون منها، وأهل الدنيا لا، يحضون بعضهم بعضا على أن لا ينفقوا،
حتى ما تنقص الأرصدة. ومثله الذين دخلوا على داود، هذا أخي له كم نعجة؟ 99، وذا أنا مالي إلا وحده، قال عطني إياها حتى يصير عندي 100، وعزني في الخطاب، لأن أهل الدنيا ما ينتبهون منها ولا ينتهون ولا يشبعون من تحصيلها وإدراكها. حنا قلنا 5، وخاف أننا كثرنا عليكم. ها؟ الواحد يجيب أخوه. تفضل تفضل، ما يخالف، نعطيكم بعد 5 مثلها، طاح الرخاء عندكم يلا. لكن ترى حتى ما نحجز أحد، اللي وده يقوم مأذون ومسموح له. اي 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 نعم. يقول اخوكم دخل شخص والامام يخطب في خطبة الجمعة فأشر اليه اخر بالجلوس، اما الذي أشر اليه بالجلوس فقد اخطأ بالإشارة، وأخطأ بأنه أمره بالجلوس وما درى صلى ركعتين لما صلى، وهذا الذي أشر له في حكم اللغو، لأن اللغو يكون بالقول يكون بالحس بالإشارة والحركة. وكذلك لو آذى تخطى الرقاب لا يجوز له أن يتعرض له، يتعرض لها الإمام، لئلا يحصل هذا أذية بلغوه في تخطي الرقاب، وهذا أذية بلغوه في إشارة إليه أو استنكار عليه. فهذا أمر يقع وهذا يقع، وهذا واقع. بعض الناس مغفل، أحيانا البهائم خير منهم، ما يبالي بمن أمامه فيؤذي، وهذا حصل في أثناء طاعة معاصي بأذيته المؤمنين من جهة ومعصيته ربنا من جهة ثانية. سم أي أنت ما راح، عطنا اللي عندك ولا روحناها لغيرك. اي حتى ما تعدونها سنة. لا لا، ما الحقيقة انا ما سلمت، ما هو بقصد، انا ما سلمت ما هو بقصد، لان المدير يقول اصبر شوي وتفكر وش السبب. اي لا لا، سلامتك. لا، سؤال واحد، سؤال واحد، هي ما في غيره. ها اللي وراه الصاق القدم بالقدم. اي نعم، الصاق القدمين للمتجاورين في الصلاة هذا سنة، ما لم يؤذي أحدهما الآخر. لا تغذي الصلاة مطارد بين الأقدام ملاحق، وما أدري يصلي ولا يحزن قدامه، كما يفعله من لا يفقهون سنة التراص التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان من بجوارك يؤذيه الملاصقة، وبعض الناس ما يلاصق يقاطع عليك، خصوصا إذا صار بصبعه صغير ظفر كأنه مسمار، إيه هذا يؤذي. ولهذا إذا أشر لك ولا ابتعد خلاص لا تؤذيه، لأن الحد الأدنى المأمور به سد الفرج. أما الإلصاق للكعب بالكعب والقدم بالقدم والكتف بالكتف، هذه من السنن، من السنن التي تفعل بشرط أن لا يترتب عليها محرم أو مكروه. نعم سم. مكروه قطاع قطع تلاوته إلا إذا وقف على آي أو أتم سورته، مكروه، لأنه بذلك قطع تسلسل المعنى وقطع ما استمر به في العبادة. نعم سم. إذا إيش؟ أي الميراث وهو حي. نعم نعم، إذا وزع الميراث بين أولاده وهو حي فلهم أن يطالبوا به إذا ملك أحد منهم،
أما وزع وقال فلان له العمارة الفلانية وفلان له الأرض الفلانية وفلان له المزرعة الفلانية، هذا ما وزع، هذا عين، ولا ينفذ بذلك شيء إلا برضاهم جميعا، إلا برضاهم جميعا. لكن أعطى هذا، قال أنت لك هذا ميراثك، وهو مثل نصيب أخيه ونصيب البنت على النصف، لهم أن يطالبوا. والله أعلم. كم أخذنا الحين؟ أربعة. ها اسم الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاءت في القرآن كله في معرض الوعد الكريم والثناء الجميل، إذ لا إيمان إلا بالعمل، ردا على أقبح البدع في تاريخ المسلمين وهي بدعة المرجئة الذين عندهم إيمان بلا عمل. عند يقول الإيمان هنا وهو يعصي الله ويفرط في فرائضه، لا، آمنوا وعملوا الصالحات. الدعاء يدعو بما يشاء، ومما جاء فيه أن يسأل الإنسان ربه من فضله ويسأل ربه العفو والعافية والمعافاة، وما أوتي عبد مثل ذلك. وإنما العبرة ما هو بما ينطق به، العبرة بما يحس به في قلبه مما يتعلق به في رجائه ربه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الفريدة صلاة الصبح، أي يسلم الجوال، هل نسلم خلفه؟